dengan nomor peserta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami panggil Kori dengan nomor peserta Teki 442 akan membaca surah Al-Hajj dimulai dari ayat 65 sampai dengan seterusnya dengan komposisi lagu Bayati, Soba, Ros, dan Jiharka. Kori dengan nomor peserta Teki 442 akan membaca surah Al-Hajj dimulai dari ayat 65 sampai dengan seterusnya dengan komposisi lagu Bayati, Soba, Ros, dan Jiharka. Disilakan. Mohon bersiap-siap Koriah dengan nomor peserta Tiki 437. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم
لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر فلا ينازعنك في الأمر فلا ينازعنك في إنك لعلى هدى مستقيم قل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان